مع اختلاف الأسباب اللي ممكن تؤدي للإصابة بسرطان الثدي من جينات موروثة والتعرض للإشعاع وكمان العلاج بالهرمونات، بس كل الدراسات والأبحاث عم بتأكد إنه اتباع نمط حياة صحية ويومية ممكن يقلل من الإصابة بهذا المرض. في فقرة اليوم رح نجاوب على السؤال الرئيسي والأساسي، واللي هو شو أهم الممارسات الصحية اليومية للأمهات اللي ممكن تقلل من احتمالية الإصابة بهذا المرض؟ الجواب: النظام الغذائي الصحي. معظم الدراسات أكدت إنه إذا بناخذ الأكل المعلب واللي بيحتوي على كيماويات ومواد حافظة، هاي ممكن تزيد من احتمالية حدوث مرض سرطان الثدي. عشان هيك من الضروري نبتعد عن هاي الأغذية والاتجاه للأغذية العضوية. الإكثار من تناول الخضروات والفواكه اللي بتحتوي على الألياف، لأنها بتساعد بتنظيف الجسم. وكمان مننصح إنه تاخذوا الحبوب الكاملة، زيت الزيتون، المكسرات والأسماك، لأنه هاي الأطعمة بتقلل من الأكسدة بخلايا الجسم وبالتالي بتقلل من احتمالية حدوث هذا المرض. وكمان ما ننسى إنه الإكثار من شرب الماء كمان بيساعد بتنظيف الجسم. المحافظة على وزن صحي، لأنه السمنة الزائدة والدهون داخل الجسم بتحبس السموم وبالتالي بتزيد من احتمالية حدوث سرطان الثدي، خصوصاً عند تقدم المرأة بالعمر. ممارسة الرياضة والنشاط البدني. مننصح كل الأمهات إنه يحرصوا على ممارسة الرياضة. ممكن تمشي 3 مرات بالأسبوع أو تعمل الرياضة الخفيفة اللي بتركز على الجزء العلوي من الجسم واللي بنسميها الرياضة الهوائية. ممارسة الرياضة بتساعد الجسم على التخلص من السموم. الامتناع عن التدخين، لأنه الثدي مكون من خلايا دهنية بتخلي سموم الدخان تتركز بهاي المنطقة بكمية كبيرة، وبالتالي ممكن تحول هاي الخلايا إلى خلايا سرطانية. الرضاعة الطبيعية. أكدت الدراسات إنه في علاقة بين مدة الرضاعة الطبيعية وتقليل خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، وكل ما زادت مدة الرضاعة كل ما قلت الإصابة. الابتعاد عن الصابون ومزيل العرق اللي بيحتوي على كيماويات، لأنه لما نستعمل هاي المنتجات تحت منطقة الإبط بتعيق عمل الغدد الليمفاوية واللي وظيفتها تنظف خلايا الثدي. أهمية التعرض للشمس واللي بتساعد الجسم على إنتاج فيتامين د. أما إذا كنتي ما بتقدري تتعرضي للشمس بشكل يومي، فمننصحك تاخدي حبوب فيتامين د بالجرعة المناسبة. مع ضرورة عمل الفحوصات الدورية وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي واللي بيساعد كتير في فرص النجاة منه، إلا إنه الممارسات الحياتية واليومية رح تساعد كتير بالتقليل من احتمالية حدوث هذا المرض وحمايتك منه.